هذا وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفي، حيث تم أداء الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول الجثمان من القاهرة بمشاركة اللواء هشام أمن محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا. القيادة السياسية في الدولة بالكامل بتكون لحضرتك كل الاحترام، عارفة ان انت قدمت البلد بطل، الناس كلها بتعزي حضرتك، واللي مش عارفين نعمل لك ايه؟ الناس على التواصل الاجتماعي من هناك من الغرب والشرق وما نعرفهمش. الناس جاية لحضرتك من مصر. الناس جاية من الجيزة، لا في جاية من الناس جاية من الجيزة. دولة ظروف البلد كان يبقى فيه طبعا. لا لا لا، انا مقدر الموقف، انا والله مقدر الموقف. كتر خير الناس اللي جت، الناس دي كلها كتر خيرها كلها. الله يرحمه. الادب والاخلاق والذوق، بص شاب بمهارة الله، شاب بسم الله ما شاء الله، الله يرحمه وسامحه الله وبر الوالدين. التلفزيون بعد نص ساعة لقينا مامته وباباه سمعوا الخبر في التلفزيون، ده كانت حاجة مش ربنا يرحمه. الشهيد كان من الناس المحترمة وكان حسن الاخلاق وكان وربنا يتقبله من الشهداء. بنعز مصر كلها، بنعز شعب البحيرة في ابنها البر الشهيد محمد الحوفي، وهو على الفكرة هو ابني وأنا المربي من تلامذتي، وشخص حبوب جدا، أخلاق جدا، شخص مصلي، شخص متربي كويس جدا، عارف بدينه، طلع مأمورية بيقدم مأمورية دفاع عن الوطن، مات عشان كلنا نحيا، عشان مصر كلها تحيا، وهي دي الضريبة اللي بتأديها الشرطة والضريبة اللي بيأديها الجيش.